بيقولوا اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل، وبيقولوا من فات قديم وتاه. اهلا بيكم حبايبنا متابعينا الكرام على شاشه الصحه والجمال، وبرنامجكم وحلقه جديده منه من برنامج بيقولوا. هكون معاكم انا امجد سمير ولمده نص ساعه من دلوقتي. وفي الاول خلوني ارحب بزميلاتي الجميلات اللي هيكونوا معانا النهارده. صباح الخير يا نسمه. صباح الخير يا نسمه. صباح الخير يا امجد. صباح الخير. صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا نسمه. صباح الخير يا ياسمين، وصباح الخير والسعاده والرضا على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال. بيقولوا كمان ياه لو ترجع ايام زمان كانت ايام. الحقيقه امجد كان بيقول لنا من شويه من فات قديم وتاه، هو اللي بيفوت قديم وبيتوه، والله صح اننا نفوت قديمنا. ده اللي هنتكلم فيه النهارده بالظبط، هو ده موضوع حلقتنا النهارده. بس خليني الاول احكي لكم قصه صغيره كده عن اسره بسيطه، اب وام وولد وبنت عايشين في بيتهم، حابين المنطقه اللي عايشين فيها، عندهم ذكريات كتير جدا. البنت كانت مرتبطه جدا جدا بالمكان، باصحابها، بابن الجيران، بالمدرسه، بكل حاجه في المكان، عندها ذكريات ومرتبطه قوي 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 روحانيا بالمكان. اللي حصل انه باباها جاله شغل في بلد تانية، فغيرت المكان، غيرت المدرسه، غيرت الصحاب، ما قدرتش تتعايش خالص مع المكان الجديد ولا الوضع الجديد نفسيا. اخوها تعايش وتعامل بالعكس، اخوها كان بيقول ان انا لا انا مبسوط جدا في المكان الجديد ده والصحاب الجداد، وقدر يتعايش مع الحاضر. هي ما قدرتش، فضلت حبيسه الماضي وذكريات الماضي لدرجه ان جت لها حاله نفسيه انها مش قادره لا تعمل اصحاب ولا عايزه تعرف حد ولا عايزه تطلع من الحنين للماضي اللي هي حاسه بيه. عرضوها على مختص، شخص الحاله اللي هي فيها دي بانها نوستالجيا. كنا بنتكلم على الحنين الماضي، بقى دخلنا في الكلمات المكلكعه بقى. هو ده بقى بالظبط موضوع حلقتنا النهارده، النوستالجيا او الحنين الى الماضي. هنتكلم اكتر عن النوستالجيا، بس خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. استنونا في بيقولوا. بيكم مشاهدينا، ورجعنا مرة تانية من الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النوستالجيا، النوستالجيا هي الحقيقة يبدو ان هي مصطلح عميق وفلسفي، لكن هي بتحمل معاني كتير قوي من الود والحب والذكريات وايام بيوتنا القديمة وايام لمتنا وايام اصوات جدنا وجدتنا وايام ما كنا في تماسك اسري ودفء اسري ودفء العيلة اللي احنا للأسف في بعض الاحيان بنفتقده دلوقتي. النوستالجيا يعني الحنين للماضي، هي في الحقيقة كلمة يونانية بتنقسم لشقين. الشق الأول اللي هي نوستا، وهي الرجوع للبيت. لاجيا اللي هي الألم والوجع. يا خبر أبيض، ده ليها معنيين. هي كلمة فيها معنيين. دي حقيقة، هي كلمة مش متعرف عليها وغريبة على ما سمعنا. البنت اللي كنا بنتكلم عنها في بداية القصة زي ما حكيت يا ياسمين، اللي كانت مش عارفة يعني تخرج من الماضي وفضلت عايشة في اللي تشخصت ان هي حالة من النوستالجيا، هي مش حالة مرضية، هي انغماس في الذكريات وانغماس في الماضي. الأب والأم كان موقفهم بيختلف، كانوا عندهم توازن طبيعي وكانوا عندهم حنين طبيعي للذكريات وللماضي، وقدروا يتأقلموا ويتعايشوا مع الواقع. تأقلموا أسرع منها. دي حقيقة فعلا. خليني اقول لكم ان في دراسة بحثية كانت بتأكد ان 80% من البشر بيعانوا من حالة النوستالجيا او الحنين للماضي دي بشكل يومي. هو الحنين للماضي امجد ليه اشكال كتيرة قوي، يعني هتلاقينا بنحن للبيت القديم، للمة العيلة، للذكريات البسيطة اللي كنا بنعيشها واحنا صغيرين، للمدرسة. المدرسة بقى ولبس المدرسة الجديد وريحة الكتب الجديدة وجرس الفسحة وسندوتشات المدرسه اللي هي كانت في كيس، على فكره ما كانش في حاجه اسمها لانش بوكس، وكان يبقى الساندوتش جبنه بالخيار مبطط كده في الكيس محطوط في الشنطه. بس يعني حتى الحاجات البسيطه دي احنا دلوقتي بنحن لها جدا. انا لحد النهارده ساندوتش الجبنه البيضة ده بيفكرني بالمدرسه. ايوه، واللي كان بقى بيجيب برجر ولا كمان ونقعد نقلب العصير وعشان نعرف ندخل الشاليمو. ايوه، محدش بيعرف يفتح العصير من فوق ابدا. لازم يتقلب من ناحيه، لازم نقلبه. دي حقيقه. واللي كان بيجيب بقى اياميها سندوتشات فراخ ولا برجر، ده كان عالية القوم، مفيش كلام. ده الراجل الكبير اللي عندنا في الفصل. يعني حتى الايام دي احنا مع اننا وقتها ما كناش حاسين بجمالها، دلوقتي بنحن لها، بنقول يا ريت نرجع لايام المدرسه، واحنا في ايام المدرسه كنا بنقول يا ريت نكبر. فاحنا دلوقتي بنحن قوي
لايام زمان. اشكال الحنين بقى لحاجات كتيره قوي، اللعب بتاعتنا حتى زمان يعني الاتاري. الالعاب البسيطه، كمبيوتر الصخر اول كمبيوتر نزل زمان، كمبيوتر صخر مثلا الوكمان. الوكمان يعني ما كانش فيه بقى بلاي ستيشن زي دلوقتي ولا الاكس بوكس. برامج الاطفال بتاعت الساعه 10 الصبح بتاعت ماما عفاف وابله فضيله، وابله فضيله الصبح واحنا رايحين المدرسه طبعا. وكان الموضوع بسيط قوي، لكن دلوقتي احنا حاسين بقيمته بطريقه فظيعه وبنحن له جدا جدا. وقتها يمكن ما كناش حاسين. دي حقيقة فعلا من أشكال الحنين برضو اللي احنا بنحن لها، ذكرياتنا مع أخواتنا وشقوتنا معاهم وخناقاتنا على حاجات تافهة وإحنا صغيرين، كان لسه الحياة ما خدتناش ولسه ما كبرناش. دلوقتي كل واحد طبعا له حياته وله شغله ومسؤولياته، وفي اللي سافر وفي اللي اتجوز، وللأسف بقت ذكرياتنا مع بعض مش زي الأول. كان كمان من ذكرياتنا الجميلة قبل ما يبقى عندنا مسؤوليات وقبل ما يبقى فيه حمل وأيام البراءة وأيام الطفولة، ذكريات رمضان. رمضان وأيام الفطار وإحنا على أبواب رمضان، كل سنة وانتم طيبين. الفطار والسحور بقى والاستعدادات، ونقف في البلكونة قبل المدفع نستنى المدفع لما يضرب، وكان وإذاعة الشرق الأوسط على الفطار ومسلسل الإذاعي على الفطار وبوجي وطنطر ومدفع الإفطار اضرب. أيوة. وكان بقى قبل تلاقي قبل الفجر كده الناس كلها بقى في الشارع بتشتري حاجات السحور، والبيوت كلها صاحيه بتحضر للسحور، والفانوس الحديد اللي هو بشمعه اللي كان بيحرق ايدينا ده، بس برضه كنا بنمسكه وبنستمتع جدا واحنا بنلعب بيه. كان بيفرق معايا جدا اول يوم رمضان، التحضير لاول يوم رمضان، زينه رمضان بقى بالظبط كده، لما الاطفال كلهم يتجمعوا ويبتدوا يربطوا الورق اللي بيقطعوه في الشارع بقى. أيوة. ويعمل صوت بقى مع الهواء بالليل ساعه الفطار، محدش في الشارع وفجاه في صوت هواء حلو بيحرك كل الحاجات دي. الله. والناس كلها ساكته عشان تسمع المدفع. الله. لا كان وقت جميل. ربنا يبلغنا رمضان جميعا يا رب. كمان ذكرياتنا في العيد والكحك وبسكوت العيد، ونفضل صاحيين طول الليل مستنيين بقى النهار يطلع عشان نلبس اللبس ونروح نصلي العيد وناخد العيديه، والعيديه دي حاجه من الاساسيات يعني لحد دلوقتي بالنسبه لي. العيديه دي حاجه مقدسه. طبعا يعني البومب التقليدي اللي مربوط بحديده ده ما كانش فيه بقى الكلام بتاع دلوقتي والصواريخ والحاجات دي، الموضوع كان ابسط من كده بكتير، بس كنا مستمتعين بيه جدا اكتر من دلوقتي، اكتر من ولادنا دلوقتي. دي حقيقه فعلا. وكمان كمان حاجه ثانيه، الروايح لما بنخش جامع قديم، بنخش كنيسه قديمه، مدير قديم، الريحه بتاعت المكان الاثري مختلفه تماما عن بقيه الحاجات التانيه اللي بنشوفها، عن اي جامع موجود دلوقتي او اي كنيسه لسه جديده يعني. دي حقيقه فعلا. الريحه القديمه دي بتفكرنا بكلام غريب وبتفكرنا باوقات احلى. انت عارف يا امجد ان الروايح دي فعلا انا ما اعرفش دي ليها سبب نفسي ولا لا، بس في روايح انا ممكن اشمها دلوقتي ترجعني فلاش باك لابتدائي. يعني ريحه مثلا زهر شجر البرتقال، عشان انا كنت بعدي في الشارع رايحه المدرسه بشم ريحه زهر شجر البرتقال بفتكر ايام المدرسه. يعني دلوقتي لو شميتها افتكر ايام المدرسه وانا في ابتدائي عشان كنت بشمها وانا صغيره. طيب خلينا اخطفكم بقى كمان كده. كمان معلش يا امجد قبل ما تخطفنا، في حاجه بنشوفها في عيون اهلنا وعيون الناس كبار السن، هم كمان بيبقى عندهم حنين للماضي وعندهم حاله من المشاعر والذكريات ويقولوا الناس الحلوه دي بتسمى ذاكره الحاله المزاجيه، ان الموقف بعد ما بينتهي بيفضل برضو شعورنا لسه مستمر وما بيتغيرش. كمان الحاجات اللي عشناها دي كلها بتعتبر في الاول في الاخر سنين عمرنا اللي بعد كده بنرجع نحن لها. صح. كمان اهلنا وقسوتهم علينا واحنا اطفال، لما كنا نعمل حاجه غلط ويجوا يشدوا علينا، ده كله ما كبرنا فهمنا بعد كده ان هو ده حب، وكان من منطلق فعلا الخوف. كان حبهم لينا هو اللي بيعمل فيهم كده وبيخليهم في الحاله دي معانا. لكن خلينا اخطفكم من حاله الحنين دي واقول لكم ان في دراسه عملتها جامعه ساوث هامبتون على مجموعتين من البشر. طلبوا من المجموعة الأولى إن هم يكتبوا كلمات بتعبر عن مشاعرهم تجاه أي حدث حصل معاهم، وطلبوا من المجموعة الثانية يتكلموا عن الحدث نفسه. اكتشفوا حاجة جميلة قوي، اكتشفوا إن الكلمات الإيجابية كانت موجودة أكتر عند المجموعة اللي اتكلمت عن الشعور، وده معناه إن دايما الحنين الماضي بيدينا شعور إيجابي. صحيح يا امجد. في دراسه كمان بريطانيه اجرتها جامعه بريطانيه جامعه ساري، بتقول ان الحنين للماضي بيدي شحنه ايجابيه لدماغ الانسان بتسبب انها تحرك عواطفه. التحريك العواطف دوت ليه اسباب كتير قوي نفسيا الانسان بيستخدمها يعني. اول حاجه انه نوع من البريك، نوع من الاستراحه، انا برتاح شويه من ضغط الحياه ومن الضغط اليومي اللي انا فيه علشان افرغ شويه الطاقه السلبيه اللي باخدها من الصراع اللي بنعيش فيه، وارجع تاني اكمل بدافع اكبر وانا ممتن ومبسوط قوي وعندي مشاعر ايجابيه زياده.
الحاجة التانية بقى، لو شفت مكان أنا متعود عليه، مكان ليا فيه ذكريات حلوة، مكان اتربيت فيه، شفت حد عزيز عليا، الإشارة والمسج اللي بتجينا، الرسالة اللي بتجينا كده وبتقول لنا يلا افتكر فيه عندك أيام حلوة في حياتك يعني. الإشارة دي مع البريك الأولاني، ونيجي تاني الحاجة بنحس بيها لما بنفتكر في الماضي ونفكر فيه قوي ونحن له، نفتكر فخر واعتزاز حاجات حلوة عملناها زمان. لو كان موقف إيجابي أنا بفتكر قد إيه إن كان موقف حلو عدى في حياتي إداني شعور جميل، ولو كان موقف صعب بقول يا ده أنا عديت منه، أنا عديت إزاي من الموقف الصعب ده. بيعمل كده كمان مش بس الأشخاص بشكل منفرد، لكن بتعمل كده كمان الحكومات. هنلاقي الناس بتدور على أي مبنى قديم بقاله 100 سنة 200 سنة ويقولوا عليه إحنا عندنا أثر، ويجملوه ويرمموه ويظبطوه علشان كل الناس اللي في البلد يحسوا بفخر واعتزاز. إحنا بنعمل كده برضو في أثرنا، والناس بره بيعملوا كده، طب ما بالكوا بقى إحنا عندنا في بلدنا 7000 سنة حضارة. طبعا الحالة دي أمجد نعمة من نعم ربنا علينا، هي مش شعور عابر، لا سبحان الله، دي آلية بيستخدمها العقل البشري عشان يرفع من الحالة المعنوية والحالة المزاجية الخاصة بالإنسان. زي ما كنا بنتكلم عن أهلنا وكبار السن، لما بيحصل إن أولادهم بينشغلوا بحياتهم الخاصة، واللي بيتجوزوا واللي بيسافروا وبيبعدوا، بيبقى عندهم حنين للماضي وبيقعدوا يفتكروا ذكرياتهم، بتبقى أنيس ليهم في وحدتهم، وبتساعدهم على إن هم يتأقلموا مع الحاضر ويتأقلموا مع الواقع اللي بتبقى أحيانا في عقبات كتيرة ما بيقدروش يتخطوها. خلينا نتكلم على نقطتين مهمين قوي. في شكل من اشكال الحنين الماضي بيبقى ايجابي، اللي هو باخد منه بريك كده زي ما قلنا، برجع استقي منه حاجه حلوه قوي تسندني، حاجه تقويني، حاجه تفكرني بدايما بطاقه ايجابيه. وفي شكل تاني هو انغماس التام في الماضي، بنسى الحاضر الصعب وبروح للماضي بجماله اللي انا شايفه. لكن في الحقيقه دي حيله دفاعيه. يعني ايه حيله دفاعيه؟ يعني اسلوب بتستخدمه النفس البشريه عشان تقي نفسها من الضغط، تخفف عن نفسها الضغط شوية. الطريقة دي طريقة مش سليمة ومش إيجابية، طريقة صعبة قوي، بتخليني لابس نظارة وردي في واقع صعب قوي، أنا مش شايف الواقع على حقيقته، أنا عايش في عالم منفصل عن الواقع اللي أنا فيه. الطريقة دي بلاش نعملها، خلينا في الطريقة الأولانية الإيجابية، أنا باخد منه بريك وبستلم وبكمل تاني. اصل في الاول في الاخر هو الوقت بيعدي شئنا ام ابينا، العمر والوقت بيعدي، ما ينفعش ان احنا نفضل واقفين مكاننا محلك سر وما بنتحركش وما بنطلعش لقدام، ولا عايشين حاضر ولا عارفين نخطط للمستقبل. ده كله نتيجه لماضي، سواء بقى باشخاصه او بذكرياته، مأثر علينا ومخلينا واقفين مكاننا. الاشخاص بتتغير والدنيا كلها بتمشي من حوالينا ما بتقفش، واحنا كمان لازم احنا كمان نمشي مع كل حاجه في الكون زي ما هي بتصير. ياسمين الفنانة اللي معانا بقى، كلمين عن زمن الفن الجميل وليه قلنا عليه كده؟ هو أنا عندي رأي تاني برضو في الموضوع ده. تفضل. يعني أنا حاسة مش عارفة ليه إنه أحفادنا هيقولوا على الزمن بتاعنا دلوقتي زمن الفن الجميل مثلا، يعني هل ده هيحصل فعلا؟ ولا هو فعلا الزمن الذهبي بتاع زمان ده هو زمن الفن الجميل وما جاش بعديه أحسن منه؟ ولا هل بمرور السنين وبمرور الوقت كل حاجة قديمة بتبقى جميلة؟ حقيقي. الحاجه اللي اتعودت عليها وانا صغير هي اللي بحس ان هي الاجمل دايما، مش الجديد دايما الناس عندها منه سنه. هو اكيد زمان كان في رونق مختلف، والموسيقى كانت اسرى وكانت احلى بكتير، وكان في سماعه بجد، وكان في غنى بجد، مش وكان في فن بجد عموماً. وكل الفنون يعني، والمباني حتى الاثريه حتى العمارة كانت مختلفه. بالزبط. يعني لما نروح حتى اسكندريه وبنمشي في محطه الرمل او في الاماكن اللي هي فيها المباني الاثريه، تحسي بقى بعبق التاريخ، يعني تشوفي فعلا جمال الفنون اللي هي فنون العماره غير المنشات اللي يعني برضو خلينا نتفق يا جماعه ان في جزء برضو، يعني احنا بنتعايش مع الحاضر كل حاجه، بس في جزء برضو في الماضي لسه برضو ما جاش زيه ومش هيجي زيه، اللي هو يعني لسه برضو ثري ولسه مش قادرين. خلينا نقول ان الذكريات مش بتخلص. لا، كل ذكرياتنا كل ذكرياتنا مش هتخلص، كل واحد فينا عنده ذكريات كتير قوي جميله، ولو قعدنا نحكي فيها عايزه حلقات. خلونا نطلع فاصل وهنستناكم بعد الفاصل عشان في كلام مهم قوي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معاكم مكملين في برنامج بيقولوا. كنا بنتكلم عن ازاي نوازن، ازاي الحنين للماضي ما يفقدناش التعامل مع الحاضر والمستقبل، لان طبعا المستقبل تغيراته كتير وسريع جدا، فلو فضلنا حبيسين فكره الحنين للماضي مش هنقدر نتواصل ومش هنقدر نواكب السرعه في كل حاجه حوالينا في الدنيا، مع المسؤوليات ومع الضغوط ومع الشغل. محتاج مننا شويه نوازن الامور، ما نفقدش الجزء الحلو بتاع الحنين للماضي، ما نفقدش الذكريات اللي لسه عايشين عليها، اللي بتدينا زي ما اتفقنا من الحاجات اللي قريناها والدراسات اللي اتكلمنا عنها انها بتدينا شحنه ايجابيه فعلا بتخلينا نقدر نكمل، فناخد ده ما نتخلاش عنه، ما نخسروش. جميل ان يبقى عندي مخزون ذكريات بيديني شحنه لقدام، لكن في نفس الوقت لازم اواكب الحاضر عشان ابقى مستعد لتغيرات المستقبل. زي ما قالت كده بالظبط ياسمين، خليك وسطي، خليك متواصل مع الماضي بطريقه صحيه جدا، خليك بتاخد منه ايجابياته وذكرياته الحلوه ومشاعره الايجابيه الجميله اللي انت عاملها او حاسس بيها وعملتها زمان، هي اللي تديك دفع لقدام، لكن بلاش ننغمس جواه ونبقى الحنين الماضي فيه شكل مرضي. حول حنينك للماضي دايما لشكل من اشكال الفعل الايجابي. ازاي؟ مكان اتربيت فيه، ايه المانع اروح ازوره؟ يبقى عندي عاده كده، عيد من الاعياد بقضيه هناك، بقابل اصحابي اللي هناك، اصحاب في الجامعه واصحاب من الدراسه زمان وفي المدرسه وما كناش بنتقابل، تعالى نتقابل. جيراننا زمان، جيراننا الكبار في السن اللي كانوا معانا في العماره وفي الشارع، نروح نزورهم ونفتكر ايام زمان. الحنين ده جميل، الخطوه دي حلوه قوي، التفاعل ده حلو جدا 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 لو كان محسوب ولو كان دايما بنأديه بشكل مرضي وبشكل صحي. في النهاية محتاجين نفتكر الماضي ونتذكره عشان يبقى حكمة لينا وعظة وعبرة، وعشان نقدر ان احنا يبقى عندنا دافع ايجابي نقدر نكمل بيه الحياة ونواصل بيه الحياة، الدافع الشعوري اللي احنا اتكلمنا عنه في البداية. برضو ده ما يخليناش ان احنا ننسى الحاضر، الحاضر احنا محتاجين نعيشه وننبسط بكل حاجة ايجابية احنا بنحققها، سواء حققناها على المستوى الشخصي او على مستوى الحياة العملية، لان دي في الاخر هتبقى في المستقبل ذكريات، وهيبقى الحاضر ده بالنسبة لنا هيبقى ماضي، ودي اللي بتسمى بالنوستالجيا الاستباقية. النوستالجيا الاستباقية ان انت بتهتم بصنع ذكريات تكون ليك في المستقبل. خلاصة القول بنقول تذكر الماضي واصنع الحاضر والمستقبل. للأسف انتهت حلقتنا بسرعة، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. بشكر حضراتكم مشاهدينا وبشكر زمايلي اللي شاركوني الحلقة ياسمين وأمجد، شكرا ليكم. وبصورة شخصية دي آخر حلقة ليا في موسم بيقولوا، وإن شاء الله زمايلي مكملين معاكم. توفيق يا نسمة، إن شاء الله. إن شاء الله ألتقي بحضراتكم في برامج تانية، ودمتم بأحسن صحة وأحسن حال.